أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. سوف نبدأ بسلسلة جديدة، وفي هذه السلسلة سوف نتعلم الكلمات الألمانية للمستوى الرابع B2، يعني كل مرة نتعلم 10 كلمات جديدة. فلنبدأ. دي أنلاس، دي أنلاس يعني المناسبة، يعني مناسبة معينة. بس إز دي أنلاس، مثلا ما هي المناسبة هنا؟ والجمع دي أنلسة، دي أنلسة. بكلايدونغس هينفايس، بكلايدونغس هينفايس طبعا مذكر دي، وهو الملاحظات أو ملاحظات الملابس، يعني ماذا يجب علينا أن نرتدي مثلا عندما نكون مثلا مدعوون إلى حفلة معينة مثلا أو مناسبة معينة، فتكون هناك بكلايدونغس هينفايس مثلا أن نرتدي ملابس رسمية مثلا، والجمع دي بكلايدونغس هينفايزه. بندنت، بندنت يعني ملزم، هذا شيء ملزم، وهنا يستخدم مع فعل زين، das ist bindend، das ist bindend يعني هذا ملزم. erwartung، erwartung يعني توقعات، يعني أن نتوقع شيء أو ننتظر حدوث شيء، يعني ماذا ننتظر، ماذا نتوقع. Das ist die Erwartung. والجمع die Erwartungen. Die Erwartungen. Gegenüber. Gegenüber وهو حرف جر ومعناه مقابل أو في المقابل. Unhöflich jemandem gegenüber sein. Unhöflich jemandem gegenüber sein. وهنا المقصود مثلا أن يكون الشخص نحو شخص آخر، يعني مثلا تعامله يكون غير لائق أو غير لطيف، غير مؤدب، أو حتى يعني ممكن يكون وقح، التعامل فيه وقاحة هنا، فنقول unhöflich jemandem gegenüber sein. طبعا jemandem لأنه جاء داتيف، من jemand، jemand معناه طبعا يعني شخص ما أو مرء، وعندما نقول jemandem هنا فتكون بالداتيف مجرور. gekleidet، gekleidet ومعناه يعني مرتدي الملابس، وهنا يستعمل مع sein. على سبيل المثال مثلا ich bin sportlich gekleidet، Ich bin sportlich gekleidet، يعني أنا أرتدي ملابس رياضية. Kleiderordnung، Kleiderordnung وبما معناه قواعد اللباس أو اللبس، الهندام يعني التعليمات للملابس التي يجب أن نرتديها مثلا عندما نكون يعني مدعوون في حفلة معينة أو في مناسبة معينة، فيجب أن نرتدي مثلا ملابس معينة. كلايدا أورنونغ، والجمع دي كلايدا أورنونغن. بولو هند، بولو هند وهو هذا النوع من القمصان هنا كما تشاهدون على الشاشة، هذا يسمى بولو هند، والجمع دي بولو هيمدن، طبعا مفرد دس هنا محايد. رات جيبا، رات جيبا يعني مستشار أو شخص يعني يعطي استشارات أو يعطي النصح والرشد، يعني يرشد الناس، ينصح الناس، يسمى رات جيبا. دي مذكر، والجمع دي رات جيبا يعني نفس الكتابة، ولكن هنا الجمع طبعا نقول دي. ستيل، ستيل يعني نمط أو أسلوب، دي ستيل مذكر، والجمع دي ستيلة، دي ستيلة.
هذا كان درس اليوم، نراكم إن شاء الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.